بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس باعمق البركات تحيا العقول اذا انار طريقها نور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} صدق الله العلي العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم وأن ترجعوا سالمين إلى سالمين ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين. هذه الآية الكريمة قل إنما أنا بشر مثلكم كثيرا ما يستدل بها بعض من يريد انكار مقامات النبي صلى الله عليه واله والأئمة الطاهرين بأنهم بشر وأنهم مثلنا فلا معنى للاعتقاد بهذه المقامات وهذه الدرجات. ولكن اذا نحن نظرنا الى القران الكريم بنظره عامه نجد ان هذه الرؤيه في تناقض وتضاد مع القران الكريم والمشكله ان البعض ينظرون الى جزء ويتركون النظر الى الاجزاء الاخرى كمن يقرا هذه الايه ويل للمصلين وينسى او يتناسى ان يقرا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون في الحقيقه القران الكريم يدل كما هو الوجدان يدل على ذلك ايضا ان العالم وهذا الكون مبني على التفاضل في كل شيء الفواكه فيها تفاضل ونفضل بعضها على بعض في الاكل هناك فاكهه من النوعيه الجيده وهناك فاكهه من النوعيه الرديئه والانواع تختلف انواع فاخره وانواع غير فاخره كذلك بالنسبه الى الناس لانه لو كان المقرر ان جميع الناس يكونون في القمه فمن يقوم بالاعمال اليس نظام الدنيا مبتني على وجود اطباء ومهندسين وعلماء وعمال وعمال بلديه واصحاب المهن الرفيعه واصحاب المهن الوضيعه وامر ومامور لو كل الناس كانوا بدرجه واحده كلهم علماء في الدرجه الراقيه منو بعد يروح يصير زبال؟ منو يروح يصير كالناس؟ ما يصير فكان النظام يختل منو يروح يقوم بالاعمال الشاقه؟ استخراج المعادن مثلا. ما حد ما كان يقوم بذلك، فنظام الكون كان يختل. نظام حياه الانسان مبتني على التفاضل. وكذلك بالنسبه الى الانبياء فضلنا بعض النبيين على بعض. الانبياء درجات في درجات التفضيل. فافضل الانبياء اولو العزم. وافضل هؤلاء النبي محمد صلى الله عليه وآله والرسل من الأنبياء أفضل من الأنبياء اللي لم يكونوا رسلا فبناء الكون على التفاضل ولولا ذلك الواحد بعض الناس يقولون يعني عندما يريدون أن يتهربوا عن بعض مسؤولياتهم يقول لو كان الله سبحانه وتعالى لو كان الله سبحانه وتعالى يخلقني معصوما لكان كنت معصوم ما كنت ارتكب الذنوب لو كان الله سبحانه وتعالى يخلقني اماما نبيا لكنت افضل من هذه الحاله اللي انا موجود عليها لماذا الله سبحانه وتعالى لم يخلقني لم يخلقني كما خلقهم جواب على ذلك ان الله سبحانه وتعالى حكيم تفضل علينا بنعم وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ولاجل الحكمه تفضل على اخرين اكثر ونحن لم نكن نطلب شيئا من الله سبحانه وتعالى لم يكن لنا حق على الله سبحانه وتعالى مع ذلك الله غمرنا بالنعمه حس تفضل على البعض اكثر من البعض الاخر وهذا مو محل اشكال لانه نظام الكون يتوقف على ذلك نظير ما إذا واحد من عندنا راجعه فقير ساعد بدينار راجعه فقير آخر ساعده بدينارين وبعض الأحيان الواحد من عدنا الله إذا مكنه يمكن يعاون بعض الفقراء في مسكن في ملبس وما إلى ذلك است الفقير الآخر يقدر يعترض لا لماذا؟ لأنه ما كان لأي منهما حق على هذا الانسان المتفضل عليهم وانما تفضل على واحد اكثر وتفضل على واحد اقل والله سبحانه وتعالى تفضله الاكثر او الاقل وكله فاضل من الله سبحانه وتعالى لحكمه ايضا وليس عبث على كل حال بناء الكون على هذا التفاضل ولولا التفاضل لبطل هذا النظام في الكون والا الانسان افضل من الحيوان لو الحيوان كان يعترض لماذا لم تخلقني انسانا؟ والحيوان افضل من النبات فلو كان هذا الاعتراض وارد لازم كل الموجودات تكون انسان. وايضا الانسان عينه افضل من يده. صح لو لا؟ فلازم لا يكون الا يد، اليد ايضا تكون عين. والمخ افضل من بقيه الاعضاء. فلازم الانسان كل وجوده يصير مخ فقط مثلا. فهل كان هذا من الحكمة؟ الجواب لا بناء الكون على التفاضل هل نجي إلى هذه الآية الكريمة قل إنما أنا بشر مثلكم هذه المثلية أن الرسول صلى الله عليه وآله بشر مثل ما نحن بشر ليس المثلية في جانب التفاضل يعني ليس رسول الله في الفضيلة مثلنا هذه الآية لا تريد أن تقول هذا الكلام وإلا يصير مخالفة لبقية الآيات القرآنية التي بيّنت أن الله سبحانه وتعالى فضل بعض النبيين على بعض وفضل بعض الناس على بعض زين وفضل بني آدم على كثير مما خلقنا تفضيلا فليس هذا أن الرسول مثلنا ليس المعنى أنه مثلنا في الفضيلة وإنما المقصود أنه مثلنا في الجانب الجسمي في البشرية إذا جاز التعبير لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد للرسول أن يكون قدوة نقتدي به إذا الرسول كان ملك من الملائكة خب ملك من الملائكة هل يمكن الاقتداء به؟ ملك من الملائكة يسجد سجدة عشرة آلاف سنة يمكن الاقتداء به؟ لا ما يمكن لانه لا نتمكن من الاقتداء بملك فعله هذا. الله سبحانه وتعالى في القران يقول: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، حتى اذا كان المقرر ان يكون النبي من الملائكة كان المفروض أنه يكون في هيئة إنسان حتى يمكن الاقتداء به الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة زين الرسول أسوة حسنة لنا إذا هو ملك ومبشر لا يأكل لا يشرب لا يتزوج لا يكون مولود ولا يكون له ولد مثلا هذا شلون نقتدي به في أي شيء نقتدي به لا يمكن الاقتداء به في أي جانب من الجوانب ولكن الله سبحانه وتعالى جعله بشرا لكي نقتدي به وبعد ذلك سلط الاضواء في القران وفي غير القران على كل جوانب حياه الرسول صلى الله عليه واله. لماذا؟ حتى احنا نشوف الرسول كيف كان يعبد صلوا كما رايتموني اصلي وكيف يتعامل مع الناس حتى كيفيه التعامل مع اهله البعض يتساءل في شأن النزول حسب بعض التفاسير ان رسول الله صلى الله عليه واله شرب عسلا في بيت احدى زوجاته فلان البعض الاخرى الاخريات من زواجات الرسول كنا يحسدن ماريا القبطيه فصارت مؤامره بينهم لكي يقولوا ان رسول الله صلى الله عليه واله في فمه رائحة مغافير. مغافير نبات في رائحة كريهة. والرسول صلى الله عليه واله كان يعتني جدا بالمسائل الاجتماعية ولذا دائما الرسول صلى الله عليه واله كان نظيف، كان معه المشط، كانت معه المرآة، العطر حتى في سفره لكي يكون منظره منظر جذاب للناس، مو منفر للناس. ما كان ياكل البصل، ما كان ياكل الكراث، لان بعض الاحيان في بعض المناطق في رائحه كريهه، حتى واحد لا يتنفر من شكل الرسول ثم يبتعد عن الاهتداء بكلامه. والله سبحانه وتعالى جعل الانبياء في احسن هيئه، هذا بين قوسين، لكي لا يتنفر واحد من الناس منهم. واي واحد من الانبياء ما كان في جسمه اي عاهه. حتى يعقوب على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام لم يصب بالعمى وبيضت عيناه من الحزن يعني بان فيها بياض وضعف في البصر مو عمى لأن هذا العمى عيب عند الناس ولو استعدافة واحد هو أعمى يعني هذا إذا عمله صحيح فهو مقرب عند الله سبحانه وتعالى لكن الناس بعض الأحيان مستوى الفكر مستوى متدني فيتصور إذا واحد عاه في جسمه مثلا كأنه منفر يتنفرون بعض الناس وهذا من قصورهم الله سبحانه وتعالى ما أراد بالنسبة للأنبياء واحد يتنفر منهم أو أيوب مثلا كان مريض في جسمه لكن هذا المرض ما كان بشكل اللي يكون ظاهر على أعضاء بعض الإسرائيليات موجودة أنه أنتن جسده وظهرت عليه الديدان وأمثال ذلك الناس كانوا يكرهون هذه الرائحه فاخرجوه من المدينه هذه كلها اكاذيب واسرائيليات يعقوب ايوب كان مريضا لكن مرض ضعف خلاه انه يكون جليس الفراش او طريح الفراش مو انه يكون في جسمه عاهه مبينه على كل حال فالرسول صلى الله عليه واله كان يلاحظ هذه المساله اي شيء منفر للناس يبتعد عنه فعندما اتفقت عائشه وحفصه مؤامره ضد ماريا فعندما جاء رسول الله صلى الله عليه واله من عند ماريا وكان قد شرب العسل عندها فقال له اجد في فمك او في فيك ريحه مغافير فهنا رسول الله صلى الله عليه واله قرر ان لا يشرب عسلا. هذه قضيه يعني قضيه عاديه يعني قد تحدث في اي بيت من البيوت. الله سبحانه وتعالى سوره كامله من القران خصصها الى هذه القضيه سوره التحريم. لماذا؟ طبعا في علل مختلفه. من العلل تسليط الاضواء على الحياه الشخصيه لرسول الله لكي نقتدي به. الازواج يقتدون برسول الله في كيفيه التعامل في بيوتهم لانه اسوه في كل شيء اسوه. كما في عبادته اسوه. في حياته أيضا أسوة في تعامله مع أولاده أسوة مع أحفاده أسوة مع زوجته أسوة مع المجتمع أسوة مع الكفار أسوة وهكذا وهل مجرى طبعا هذه الآية فيها أغراض أخرى أيضا من الأغراض الإشارة إلى نفاق هاتين إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما بعدين وإن تظاهرا عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك الظهير يعني المؤامرة عندما تقومان بها ضد علي بن أبي طالب في الجمل الله سبحانه وتعالى مولاه وجبريل وصالح المؤمنين يعني علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام حسب الروايات على كل حال أغراض مختلفة وأهداف مختلفة في هذه السورة الكريمة ولكن هذا من الأغراض أن الرسول يكون لنا أسوة زين لو الرسول كان ملك هل كان يمكن ان يكون اسوه؟ كلا. لذا القران سلط الاضواء على حياه الرسول صلى الله عليه واله. الروايات سلطت الاضواء على حياه الرسول صلى الله عليه واله وعلى حياه الائمه لنتخذهم اسوه مو فقط نسمع وخلاص صحيح واحد يسمع جيد فيه ثواب ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الا وفرج الله هم ولا مكروب الا كذا ولا طالب حاجه الا قضى الله حاجته الذكر ايضا مطلوب ولكن الهدف الاساسي والهدف الاصلي هو اتخاذهم اسوه، اتخاذ الرسول صلى الله عليه واله اسوه الرسول كيف كان يتعامل؟ كيف كان يتعامل مع اعدائه؟ في يوم فتح مكة والرسول القوة القاهرة عشرة آلاف واحد المسلمون جنود مجندة والمشركون استسلموا ماذا فعل بهم؟ كان يقدر يقتلهم وما كان ملوم يقول أنه جماعة قتل 23... 20 سنة حاربوا الرسول وقتلوا أصحاب الرسول وقتلوا اقرباء الرسول لان عبيده بن الحارث بن عم الرسول قتل في معركه بدر حمزه بن عبد المطلب عم الرسول قتل في معركه احد وكذلك بعض اقرباء الرسول صلى الله عليه واله قتلوا في معارك اخرى كان يتمكن ولو كان يقتل منهم ما كان ملوم هم غدروا بدأوا بالحرب وهم بدأوكم اول مره فالان اخذوهم واقتصوا منهم الرسول صلى الله عليه وآله فقط أهدر دم سبعة أشخاص ثم عفى عن أكثرهم السبعة أشخاص أو ثمان أشخاص أهدر دمائهم لعظم الجرائم اللي كانوا مرتكبيها ثم عفى عنهم واحد منهم وحشي قاتل حمزة واحد منهم هبار قاتل زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أو ربيبة الرسول صلى الله عليه وآله على كل حال هذا إذا كان تعامله مع الأعداء الذين قتلوا منه أقربائه قتلوا أصحابه، احنا إذا واحد من عدنا اختلف مع صديقه أو مع شريكه أو مع قريبه في قضية جزئية بسيطة تشوف عشرين سنة لا يكلم أحدهما الآخر، ولو أحدهم كان عنده شوية قدرة زين يستعمل قدرته ضد الآخر. متأسى برسول الله صلى الله عليه وآله يقتضي له الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أحد بن الحسن من أحفاد الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام في مجلس عام أهان الإمام عليه السلام، فالاصحاب تأثروا لأن مرة الإهانة تجي من واحد عدو مشكلة طبيعي لكن من واحد من الأقرباء شوية يكون صعب في اليوم الثاني أو في نفس اليوم الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ذهب إلى باب داره. مع أنه ذاك كان المقصر لأن الإمام الصادق معصوم ذاك هو المقصر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ذهب إلى داره ليعتذر منه ذاك المقصر الإمام يعتذر منه إحنا لازم نتعلم وكذلك في سائر المجالات في مجال العمل الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هاي مدينة موجودة في السعودية قرب المدينة المنورة اسمها ينبع هذه ينبع الآن من الموانئ الكبيرة في السعودية هذه كانت صحراء قاحلة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الفترة اللي كان مبعد عن الخلافة وكان عليه حصار سياسي وحصار اقتصادي وحصار اجتماعي في هذه الفترة خمسة وعشرين سنة من الأعمال اللي كان يقوم بها كان يذهب يزرع كان يذهب إلى هذه المنطقة صحراء كانت فشق فيها عيون وحفر فيها آبار وغرس فيها أشجار فصارت بستان كبير جدا اللي بعدين معاوية راد يشتريه من الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام أو الإمام الحسين بمئة ألف دينار يعني خمسة وسبعين ألف مثقال ذهب والإمام ما باع له استفيد من وقته أيضا العمل هسه إحنا الواحد من عندنا يحتاج إلى طلب العلم يطلب العلم يحتاج إلى عمل يعمل حتى لو ما يحتاج لا يقضي وقته بالبطالة يعني أفرض واحد مثلا موظف انتهى الامر به الى التقاعد خدم 20 سنه 25 سنه 30 سنه صار متقاعد ياتيه راتب مستمر مما ادخروه له زين هذا المفروض انه يقضي وقته بالبطاله جواب كلا وانما يعمل عمل اخر او لا اقل ينشغل بالعباده لا اقل ينشغل بخدمه الناس لا يقضي وقته بالبطاله او اذا مراه هي ربه بيت جهاد المرأة حسن التبعل زين لكن كثير من الأحيان يصير فراغ هل هذا الفراغ يصرف في البطالة أو في مجالس البطالين أو في مجالس مثلا غيبة والعياذ بالله كلا وإنما هناك وقت الإنسان يخصص للعبادة وقت يخصص للمطالعة وقت يخصص لخدمة الناس حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم وخدمة الناس ما تتوقف ما تتوقف على الثراء يعني احنا بكثير من الاحيان نتصور انه واحد ثري بامواله يخدم الناس لا واحد عنده جاه بجاهه يتمكن من ان يخدم الناس وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من اهلها عادة من هذا الحكم يكون؟ شخص وجيه من العائله من الاسره هناك ان يعرف بعض الناس لا يمتلكون شبرا من الارض ولكن يقضون حوائج الناس بجاههم، الله سبحانه وتعالى اعطاه جاه، ما وجه حسب تعبيرنا، بجاهه يخدم الناس. واحد بكلامه يخدم الناس، بلسانه يخدم الناس، يقضي حوائج الناس. وهكذا المقصود أن الإنسان يتأسى بالرسول لأنه الله سبحانه وتعالى جعله بشر على رغم فضيلته وأنه أفضل الموجودات لكي نقتدي به والرسول صلى الله عليه وآله كان يستفيد من كل لحظة من لحظاته إما في عبادة الله سبحانه وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى من كثرة العبادة ورمت قدمه وفي غير هذا الوقت العباده خدمه الناس قضاء حوائج الناس هدايه الناس ارشاد الناس اذا الانسان تاسى برسول الله صلى الله عليه واله يامن الهلكه واذا لم يتاسى امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام يقول: فليتاسى متاس بنبيه والا فلا يامنن الهلكه هسا الان انتم بعيدون عن اشغالكم واعمالكم والتزاماتكم الاجتماعيه فرصه مناسبه في بقعه مقدسه عند الامام الرضا عند السيده فاطمه المعصومه عليه الصلاه والسلام واحد يعيد حساباته يحاسب نفسه يخطط لمستقبله لكي اذا كان الماضي زين يكون احسن وإذا كان هناك خلل يصلح هذا الخلل. بين السطور لطائف النفحات، تزكي النفوس بأعمق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور.